سيدات والسادة، زوجي رائف بدوي وكل الأحرار بالسعودية أو في أي مكان آخر في العالم لم يختاروا بين ليلة وضحاها أن يكونوا مدافعين عن الليبرالية وحقوق الإنسان. إن الدفاع عن الحرية ليس اختيارا، فهو ببساطة ذلك الهواء النقي الذي يملأ رئتينا. رائف لم يختر أن يسمي نفسه ليبراليا، فقد ولد كذلك، لأن الليبرالية بالنسبة له كانت تعني كسر كل الحدود التي تحيط بالفرد وتمنعه حق الإبداع وحق الإيمان وحق الإلحاد وحق الاختلاف. حينما بدأ رائف الكتابة وأسس شبكة الليبراليين السعوديين، لم يكن يهدف أن يؤسس لفكر غريب وجديد لأول مرة ستعرفه السعودية كما يقول البعض، لكنه أراد فقط أن يطلق سراح العصافير المسجونة لتحلق عاليا في فضاءات الحرية. فالحرية كانت دائما موجودة بالسعودية، لكنهم سجنوها لقرون من الزمن كما يفعلون الآن بسجنهم لرائف. لقد أراد رائف الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة، لأنه يؤمن بهذه القيم، وكان دائما يقول أن الإنسان إما أن يعيش حرا أو ليموت محاولا. رائف هنا أيها السيدات والسادة لا يطلب منا أن نقدم أرواحنا فداء لما نؤمن به، لكنه يدعونا إلى أن نعيش ما نؤمن به دون خوف، فما نؤمن به لم يتحقق من دوننا نحن ومن دونكم أنتم. أعتقد أن هنالك الكثير من الأشياء التي يمكنكم القيام بها كمدافعين عن الليبرالية والفكر الحر. إنكم اليوم كلكم مدعوون أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن الحريات الفردية وحرية المعتقد والفكر، ولتكن هذه القضايا من أولى اهتماماتكم. إنكم أخلاقيا ملزمون بانتقاد الدول الإسلامية التي تعتبر قوانين الشريعة الإسلامية مرجعا قانونيا، فتبرير هذه القوانين البربرية التي يجلد بصوتها اليوم رائف تحت مسمى التعددية الثقافية يجعل من المرء مشاركا في هذه الجريمة. إن انتهاك حقوق الإنسان تحت مسمى أي دين أو أي إيديولوجية لا يمكن إطلاقا التسامح معه، حتى وإن كان هذا الدين هو الإسلام. رائف بدوي يدعو أن حرية المعتقد للجميع، ومن واجبنا نحن أيضا أن ندافع عن حرية المعتقد للجميع، وبالأساس حرية تلك الأقليات التي تعيش فيها العالم الإسلامي. السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أشكر بشدة كل الأحزاب الليبرالية عبر العالم التي دافعت وما زالت تدافع عن رائف بدوي، فهذا شيء نقدره ويسعدنا كثيرا، وشكرا لمنظمة الليبرال انترناشونال على إعطاء الفرصة للحديث إليكم.